FM. الكل ملك. توا نحكيو على المعهد العالي للغات بنابل، نحكيو على قضية راي عام، قصة الطالبة التونسية صفيف حيل اللي تحرمت من مواصلة الدراسة بسبب إعاقتها. نعم، في 2018 بلد الديمقراطية تونس بعد ما عملنا ثورة، طالبة تونسية تتحرم من القراية. علاش؟ على خاطر إعاقتها وعلى خاطرها من ذوي الاحتياجات الخصوصية. دونك نجم نقولوا اللي اليوم ذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس ما يقراوش وما عندهمش الحق يقراو. علاش؟ على خاطر الممر الخاص بها. صفي تقول، وكانت عملت تدوينة على صفحة متاحة فيسبوك، قالت انها تنجم تتكفل بكامل مصاريف انجاز الممر هذية لفايدتها ومن الكونت متاحة، معناها بيرسونيل، حتى حد مو بش يصرف حتى شيء بخلف صفي، ولكن تم رفض ترسيمها بمعهد اللغات بنابل. باش ناخذوا اكثر تفاصيل ومعلومات على الموضوع هذا مع صفي في حيل. صباح النور صفي. عشان نصبح الخير. مرحبا بك صافي، كنت تحكي لنا حكايتك، كيفاش كنت؟ والله انا نحب نقول ميرسي اللي تعاطفوا معايا الكل، يعني عاونوني برشا، وتوا بوغ لو مومون حكيتي وصلت للوزير وكوكلت للمتبع عالي. يعني انا نحب نقول اللي المعهد العالي للغات بنابل عملت يعني مطلب اني نحب نقرا، يعني نحب نقرا، وهو فما كان في الإتاج الأول يعني اللي فيها تقريبا 19 درجة. يعني يصعب عليها باش نطلع، فهمتني؟ وفماش حتى ساعة اللوطة نجم ندخل فيها ونجم نقرأ ونكمل قرايتي. دونك المديرة طلبت مني باش نعمل مطلب نقول فيه اللي أنا راني باش نتكفل بالممر هذية، ويعني باش هي إذا تقبل ولا. هي قرأت المطلب متاعي، كلمتني يعني الكاتبة العامة نتاعها، قالت لي راني أنا راهي السيدة المديرة تعاطفت مع حالتك برشا، لكن مالوغوزمون ما تنجمش تعاونك على خاطر الدروج ماهوش قادر إنه يحمل المسافة نتاع سكة ونتاع دروج على خاطر تعطل اللي ماشي واللي جاي، فهمتني؟ عاود لي باش تعطل اللي ماشي واللي جاي هكا؟ أي باش تعطل سير المرة. كيفاش تعاطفت السيدة المديرة مالها؟ كيفاش تعاطفت؟ من اي ناحيه معناتها تعاطفت؟ من اي ناحيه نجم يحرم طالب تونسي اليوم في 2018 انه يقرا، انه يدخل جامعه، انه يتحصل على اجازه اساسيه في اللغه والاداب والحضاره العربيه؟ علاش؟ على خاطر حامل لاعاقه عضويه، مع التعاطف الكامل للسيده المديره. وين نجم نلقاوها التعاطف هذا؟ اي، وشنو كانت الخطوه اللي بعد صفي؟ يعني ما رفضت يعني طلب نتاعي، وقالت لي اذا كنت حاب تشوف جامعة اخرى فيها دي كلاس اللوطة وكل شيء، فهمت؟ معناتها الجامعة هذه يزمهم يحطوا بانكارت من قدام راي جامعة لذوي ما عندهمش احتياجات خصوصية، للعبيد العاديين، معناتها هكا؟ ديجا جاو قبل يعني ديكا كيفي انا ومسكنات يعني قاسي وقاسي، فكي الدروج في الاخر نشاو على رواحه. وانت قلت تتكفل معناها بكامل مصاريف الممر هكا؟ انا والله صدقني مش انا اللي باش نتكفل، اما جبت حطيت لها في المطلب نتاعي اللي انا باش نتكفل. صدقني مش انا، يعني الحمد لله يا ربي، يعني رجال قليبيا واقفه معايا وبالحق تعاطف كبير معايا، وفما حتى جماعه يعني نجاره وحديده وكل شيء قالوا لي انا احنا نتكفلوا كل شيء ونعملوا لك الممر هذا. يعني انا بالحق راني يعني ما نقدرت اني نعملوا الممر، ولكن قلت لها راني باش نعملوا بفلوسي الخاصه، وانا يعني شكون فما شكون تعاوني، فهمتني؟ يعني عندي رجال قليبيا الحمد لله يا ربي واقفين معايا وديما يساندوا فيا ونشكرهم على الاخر على الاخر. دونك اليوم انت في الدار صفاء، معناتها ما تنجمش تقرا وما تنجمش تبدل الجامعه؟ كانت نجم تقارب التليفون صفاء؟ اي، مش نقول لي انا ما نجمش نبدل الجامعه على خاطر انا كما قلت لكم ما نجمش نعيش وحدي، وصحابي معايا في الجامعه هذيك، وأباغ سا راني عندي زوج اخواتي اون ديكابي كيفي،
وراهي أمي وكل شيء اللي يقول لي علاش أمك ما تمشيش معاك وما تمشي تقرأ في تونس وفي جامعة أخرى، راني نقول لهم أنتم في بالنجم بدل الجامعة هذيك، على خاطر أنا نسكن في قليبيا ما نسكنش في نابل. من قليبيا نابل بخيسك ساعة يعني على الكار، وضيفة مرميد اللي في الكار، وصدقني يعني الكار بيدها فيها صعوبات، ولكن أنا متحملتها واخذة كار يعني زينة وعزيزة اللي نجم نطلع فيها ونوصل صعوبات كبيرة برشا للجامعة. ورغم هكيك ويقول لي برا أنت شوف جامعة أخرى، أنا راني ما نجمش نهبط من الترانسبور هذيك وناخذ ترانسبور آخر ونعاود نوصل لتونس ولا نعرف شوي. راني ما نجم كان في الجامعة هذيك على خاطر قريبة لقليبيا ونحب نقرأ عربية، وغير العربية ما نحبش نقرأ حتى شيء. وسيدة المديرة معناها ما عودتش اتصلت بيك ولا حتى بعد انت وقت اللي تم تعميم معناتها القضية متاعك اللي نعرفه اليوم فما بالحق غير ما برشا ناس تعاطفوا برشا ناس احكيوا على الموضوع هذا، ما عودتش اتصلت بيك سيدة المديرة؟ لا ما تعاطفتش مرة أخرى معناتها؟ ما اتصلتش بي هي شخصيا، لكن فما برشا أطراف اتصلوا بي وقالوا لي اللي راي يعني مستعدين باش نحلوا يعني لجنة متاع الجامعة باش تشوف الوضعية وكل شيء. لجنة وقتاش تحل اللجنة؟ بعد ما توفى السنة الدراسية ولا كيفاش؟ والله الحقيقة ما نعرفش. معناتها دونك انت معناها بو ريزومي ان بو صافي، انت تحب تقرا في جامعه اللغات بنابل، ما تنجمش تقرا على خاطر السيده المديره تعاطفت، ولكن التعاطف نتاعها موشل انها تقبل التسجيل نتاعك. قلت تنجم انت تتكفل بفضل التوانسه والقليبيه اللي التفوا حولك واللي قالوا لك باش نعاونوك، على خاطر التوانسه نعرفوا اللي قلوبهم حنان ونعرفوا اللي هما غير ما اليد في اليد. قلت اللي انت تعاني برشا معناتها حتى في الترانسبور بوبليك معناتها في الشارع، حتى في المبيت زادة حتى المبيت الكل الفوق الفوايه الكل الفوق البيوت اللي يسكنوا فيهم الكل هالفوق، فما بيت صدقني يعني كان تشوفها كيفاش الحاله نتاعها تقول يعني كيفاش باش نعيش فيها انا. ورغم هكيكا ورزيت وقلت مثالس عطاو نقدها ونظفها ونقعد فيها نورمال، تويكا رجعت لقيتو حاطين فيها بلاكه نتاع مجازان وانا مانيش فاهمه حتى شيء، اعطيني حكايه الفاكهه تتريكل وما يهمنيش في الفوايه يعني ندخل وين يجي. واضح صافي بالحق واحد يعجز على الكلام قدام دي سيتواسيون كيما هكا. في 2018 طالبه تلقى روحها في الدار ويترفض الترسيم تاعها، ينجم يترفضها اما مش للاسباب هذيا، لاسباب اخرى نورمالمون. سامحني باش نقول لك راني مرسمه ديجا انا فيها يعني مخلصه الفاك ومرسمه ديجا. مرسمه ومخلصه على شنو وانت ماكش باش تقرا؟ اي ما نعرفش صدقني. معناتها اللجنة باش تحل على شنو؟ اللجنة باش تحل باش تشوف هي علاش عملت هكا، ولا باش تشوف اسكو تنجم تتكرم وتقبلك انت في الجامعة؟ هذا هو اللي باش يصير نتصور. صافي انا نحب نقول لك اللي توانسه الكل معاك، ونحب نقول لك يعطيهم الصحه القليبيه والتوانسه اللي عاونوك، نعرفوا كيما قلنا التوانسه حنين برشا وقلوبهم حنين برشا ويحسوا ببعضهم. اليوم وقت اللي انسان انسان نعاودوها انسان مش ذوي احتياجات خصوصيه ولا انسان كيفك كيفه يحب يقرا يحب يتعلم يحب يتحصل على اجازه في اللغه والاداب والحضاره العربيه، اللي هو شيء يشرفنا انه عندنا معناتها اون غرين ديسبري كيما هكايا اللي تحب تتعلم وتحب توصل، اللي مالغري الاعاقه قالت لا للدنيا وتحب تقدم وتحب تعيش وتحب تعيش كيما التوانسه الكل وكيما صغيرات الكل، ولكن لهنا نلقاو الجامعه تسكر البيبان وترفض ترسيم الطالبه هذيا. ما نجمو نقولوا لك كان احنا معاك صافي، وفي اي تقدم معناتها في القضيه نتاعك وفي الملف نتاعك تتصل بينا في اي وقت، احنا مانيش باش نسكتوا، احنا زاده باش نحاولوا نعملوا اتصالاتنا ونحاولوا نشوفوا لوين يوصل. انت قلت تعاطفت، لوين يوصل تعاطف السيده المديره؟ تنجم تقبل التسجيل والا لا؟ من حق كل جامعه انها ترفض تسجيل والا ترفض ترسيم طالب والا طالبه، ولكن لاسباب حقيقيه مش لاسباب وهميه تحط الممر وتزيد تحط الممر. كان نشوفوا في الخارج كيفاش يعاملوا في الناس اللي مالوغوزمون عندهم
إعاقة تقول وين ماشين، وين ماشي البلاد وين ماشين. نورمالمون راك عندك ممر في لي ترانسبور بوبليك، نورمالمون راك عندك ممر في أي بلاصة تمشي لها، في المبيت، في الجامعة، وخاصة الجامعة اللي نورمالمون تحل هي البيبان نتاعها، واللي نورمالمون تحضن أولادها وتحضن الجاليات القادمة اللي هي تحب تتعلم وتحب تقرأ وتحب تتحصل على إجازة وتحب تتحصل على ديبلوم في أي ديسيبلين وفي أي سبيسياليتي كما أنت اخترت. ربي معك صفاء، ونحب نقولك لي أحنا زادة معك. حب نشكر القليبية الكل، سختو القليبية بالحق اللي وقفوا معايا واللي كلموني في صفحة الفيسبوك وكلموني بالتليفون، برشا 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 نحب نشكره، ونشكر اللي عاوني باش ناخو حقي هاني زكورة، ونشكر مسيو مروان اللي هبط لي مشكلتي على الفيسبوك. أنا بدي نشكرهم برشا، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا حالات كيما هكا، وإن شاء الله على قريب نشوفوك في القسم تقرأ، وإن شاء الله نشوفوك متألقة وديما متألقة صفاء، وإحنا نقولوا لك كونتينيو غيالمون كونتينيو، وربي معاك، وإحنا الكلنا معاك. والله ماذا بينا إحنا بيان سور باش نعملوا اتصالاتنا، أما ماذا بينا السيدة مديرة المعهد العالي للغات بنابل كانت تسمع فينا بيان سور، ماذا بينا كان تتصل وتعطينا سبب رفض التسجيل، ماذا بينا نعرف سبب التعاطف اللي مشي غير قبول تسجيل الطالبة هذية. صفاء في حي حاجة ما يعجز عليها الكلام، هذا هو الكلام وهذا هو الموضوع اللي يندى له الجبين. الكلمة